السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك يا بلادي. هل سينضم عمر السومة لنادي الزمالك المصري؟ جروس مدرب الزمالك يجيب. قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو كي تدعمونا ويصلكم كل جديد. تمنى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك التعاقد مع السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة السعودي رغم يقينه بصعوبة إتمام الصفقة. وشهدت الساعات الماضية ترديد اسم عمر السومة ليكون ضمن الصفقات المرشحة للزمالك، وهو ما تمناه المدرب السويسري مؤكدا أن ضم المهاجم السوري المميز سيحقق إضافة كبيرة للفريق الأبيض، خاصة أنه سبق له تدريبه مع النادي السعودي في وقت سابق ويمتلك مهارات تهديفية رائعة ستكون أفضل حل لتنشيط الناحية الهجومية في الفريق الأبيض أو نادي الزمالك المصري. قبل أن أنتهي من الفيديو أود منكم أن تتركوا تعليقاتكم، ما رأيكم؟ هل انضمام عمر السومة لفريق نادي الزمالك سيرفع من نادي الزمالك أم أنه بكل تأكيد سيكون له الأثر الكبير؟ شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.